كان شاضروا على انقطاع البث يا تاعكم، يعني يا مرحبا. مول قوي البات. بالنسبة للناس اللي مكعرفوك، شكون هو مول قوي البات؟ مول قويلبات، بات شباب المستقبل. اخي الكريم، مول قويلبات، انا فنان مسرحي، كنت عايش في المغرب وتندير المسرح الجامعي، ولعبت مسرحيات كثيره مع انور بن بوجمعه، ماديس باللغه الفرنسيه، لعبت مع مجيد مخوخ الله يرحمه ديوان الغبريه، ادينا الجائزه الكبرى للمهرجان الدولي الجامعي لاول مره في المغرب، منتدى ابداع الطالب، كاين سيديات في لا بريزيدونس في الرئاسه. لعبت مع مصطفى السلاوي لا بيلي لا بيت، لعبت مع بزاف، كنت كندير الاشهار هنا في المغرب، والتحقت بالديار الاماراتي في دبي، هذه من تقريبا 16 عام عايش تماك، وتندير لايفات من دبي ومن جميع انحاء العالم، من قبرص، سريلانكا، الطاليان، المغرب، فرنسا، كل من شيء. مقول بس مسرحي قلت مسرحي، انا تنحب المسرح، تنموت على المسرح. بغرض انه ايوه، المسرح كوميديا، وانه شنو والكوميديا، يدير بالضبط كوميديا. من اجل الكوميديا. انا غير باش نتعرف، لان وقعوا لي بزاف كثير، بغيت نبين بانني انا الكوميديا والمسرح غادي ان شاء الله غادي ننجح فيهم، وهذه دونك درت تيك توك كوسيله، ماشي عنديش الهدف مادي، بالعكس انا اللي خاسر فلوس كثيره في تيك توك، تندعم وتنعاون الناس وتندير، كطلع حسابات كثيره الناس، يعني كنت كندير دعم حسابات في الاول قبل ما يولي يعني النيفو ديال الليفلز اللي معروفه ب يعني في الفي اي بي، يعني كل واحد والليفل ديالو يعني ديال الدعم، كان قبل ما كانش الليفلز، الناس كانت تخسر فلوس ولكن ما تعرفش، دابا كل واحد وكما تنقولوا بلاكتو على دارو. دابا نقدروا نقولوا تبدل تيك توك من نهار ديتي لدابا، واش تبدل ما احسن لما كفس تبطل؟ صراحة كان تيك توك في البداية ديالو كان مزيان، ما كانش الناس طماعة، كانوا الأصدقاء، كنا كنتجمعوا في لايفات تنضحكو، ما كانش الهدف ديال الدعم. دابا ولا كل شيء راك كتشوف على عينيك، الناس تتكب على راسها الفخر، سينيال في وجهها، داك الشيء انا ضد داك الشيء ديال هذيك التفاهه، ما تنحملهمش ما نكذبش عليك، وعندي محتوى ديال اخبار تيك توك تنعطيهم العصير مزيان، وتنعطي حتى للداعمين اللي تيدعموا ذاك النوع ديال المحتوى، ما تيعجبونيش لانني ما تنشجعش على التفاهه، وديما عندي انايا تنقول نعم للاخلاق ولا للتفاهه، هادو هاشتاقات تنخدم بهم. التحديات اللي نعم كيديروا الرأي ديالك فيها؟ خويا، التحديات صراحة لا علاقة، علاش الناس داروا تيك توك؟ خصنا نعرفوا في البداية ان يعني التيك توك داروا الناس من اجل دوك اللي مثلا ملي كانت كورونا وهذه، كان الناس ما عندهمش خدمة، كانوا تيتواصلوا باش يعرفوهم الناس، وهذيك كان هاد التيك توك، وكان تلا كانوا شي تحديات، معنى التحديات تتكون تحديات ثقافية، تحديات في المستوى، ولكن ماشي داك الجلد السلخ اللي كان، اللي ولات شي حاجة اكزاجيري بزاف، تكب الماء سخون على راسك باش نجيب انا المشاهدة، ولا نجيب شي داعم، نلبس شي لباس غير محتشم، ونكب الماء في نص الليل في الدوشات، ندوش بالليل، هذه شيء ما كنشوفوا تيقابلو حتى هذا شي الشيء، واحد، يعني كاين هذا الشيء. كاين هذا الشيء والناس راه كتشوف هذا الشيء، وانا ضده، وما تنشجعش الناس الجدد اللي يدخلوا للتيك توك انه يبعدوا على هاد صحاب الناس هادو، الله يهديهم صراحة، لانه كيسيئوا للبلد ديالهم، تيسيئوا للدين ديالهم، تيسيئوا للعائلة ديالهم. ما تعرفش على ناس جديده في تيك توك، تقدر انك تعطيني اسماء ديال الناس انت متبعهم في تيك توك، عجبك المحتوى ديالهم؟ اي نقدر نقول لك ان اصدقاء تعرفت عليهم عن طريق تيك توك وشفتهم حتى في الواقع، منهم ماما ليلى اللي عايشة في أمريكا، ذكريات جميلة اللي عايشة في إيطاليا، بلبل المنابر اللي كاين في المغرب، كاين مصطفى داعم قوي في المغرب، كاين أمين، كاين بوعطار، كاين سارة مغربية وأفتخر، صديقة مكبسة طيبة هادو المحتوى القلب، ديالهم مزيان؟ هادو المحتوى ديالهم من أحسن المحتويات في تيك توك، ناس قمة الاحترام، لأن الاحترام هو كل شيء أخي الكريم. خاصة أسماء ديال الناس وكان هادو المحتوى إيه؟ ما نقدرش ندور، لكن ماشي انا اللي الناس راه كيعرفوهم وكيشوفوه، راه شي عينك ميزانك، راه الخايب باين والطيب باين، بلا ما نحتاجو نوضحو اكثر. بالنسبة للداعمين اللي كيدعموا ذاك المحتوى الناقص كيما قلت لي، واش خاصهم بالنسبة لهادو دائما انا موجد لهم، راه تنموجد لهم فيديوهات كدر في الراس، سميتو هذاك المحتوى اخبار تيك توك، اخبار التيك توك، وتنبدا تنعطيهم العصير، تروانات، تداعبتين بالنسبه للداعمين هادو، لانه صراحه خصهم يعرفوا يشوفوا، لان غير يسالون على الاموال ديالهم فين تيرميوها، خاصو يرميوها الا كان في جهات يستاهلوا، خيريه، الناس اللي تستاهل الدعم، الناس اللي ما تطلبش، مسكينه راه باين الحاله ديالهم تيتشوف وكتبان، هادوك ما فيها باس، الا دعمتي ودخلتي لحتي ليه حتى سبع ولا حتى
طياره وراه كل حاجه، وعندنا هاد السبع طيارات بنين الناس اللي ما تعرفش هادو هدايا. انت من يعني تترجم الى يعني اموال عن طريق البنكه وعن طريق الوفاكاج. السبع كتشري ب 3000 درهم اكزاكتومون، وكي تيك توك تياخذ 50% تيوصل لذاك اللي مدعوم تيوصل ل 1500 درهم مثلا. هاد المحتويات اللي كاين فيها اخبار تيك توك وعبد الرؤوف تلقى كوميديا، لان تندير كوميديا. والسلام عليكم واكيدين الداعمين والمزلوطين، وما تبقاوش تدعموا اي واحد اصاحبي معاكم. وعبد الرؤوف تنصحكم انتوما، وقال لك طلابي طلبوا منسون الزر تصدف، وانت الدار كامل تضرب تماره، وفي الاخر مشيت صيفطون واحد والله يعطينا وجهك، صيفطون دريه ها بان لك داك الشيء مدختي الله يعطينا وجهك. مالك اسيدي انت ما كضحك نوض ادوز حياة راك مخيط دروكيري وخد الغوصة. الله يكبر بيك يا سيدي، تبارك الله عليك. لاز من القوي الباشا، واش تضيف بالنسبة للناس اللي كيشاهدوا دابا على الباشا؟ باش تضيف شي حاجة بالنسبة للناس اللي كنبغي نضيف واحد القضية، نقول الإخوان أنهم دائما يتشبتوا بالأخلاق ديالهم، ولا كان شي ضحك يكون ضحك الزويوان كما عودونا والدينا، الضحك ديال الناس القدام كوميديا الزويونة، نتفرجوا مع عائلاتنا ووليداتنا في الكوميديا الجميلة، ما يكونش خسر الهضرة، ما يكونش كلام قبيح، نرتقيوا بالأخلاق ديالنا العالية، لأنني نعيش في مجتمع سلم ومحبة ووئام، ونكونوا ناس ونبغيو الخير للجميع الخوت، كل شيء، ودوكوز حكاية دروكا كم قوكيد، بوكيس، لاز، الله يحفظك، مرحبا بكم، تحياتي. نتمنى إن شاء الله نتلاقاو من بعد ونديروا واحد الحديث مطول حيت التيك توك خاص فيه عالم، وراه عندي اغاني التيك توك عالم، كاين اغاني تماك. مرحبا الناس مجموعه من الامور باذن الله تعالى. شكرا من خويا باش مرحبا. شكرا سيدي، تحياتي، بارك الله.